السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية. البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات القادمة في ليبيا كانت القضية الأبرز أمام الاجتماع الثالث للمسار الدستوري في الغردقة، ويعد المسار الدستوري أكثر الملفات تعقيدا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وذلك بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وبسبب تعدد المقترحات التي تتراوح بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ سنة 2017 أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة. مساعي البعثة الأممية في المسار الدستوري وتداعيات تأخير الاستفتاء على مشروع الدستور خلال الأعوام الماضية، والقاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات العامة القادمة سيكون محور حديثنا ونقاشنا في هذا المساء، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. يطبق في البلاد إعلان دستوري مؤقت أقر عام 2011، ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وفي منتصف نوفمبر دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية العام 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة. وتستمر الجولة الثالثة من المسار الدستوري الليبي في مناقشاتها حول القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المناقشات حالياً تتركز حول إمكانية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبيل عقد الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر المقبل. وسبق أن اتفق المشاركون في المسار الدستوري بالإجماع خلال الجولة الثانية على تنظيم استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب بشأن اعتماد نظام الدوائر الثلاث، والذي ينص على إلزامية اعتماد الدستور حال حصوله على نسبة أصوات 1+50 من كل إقليم وإلغاء المادة السابعة من المشروع. وبحسب الأطراف المشاركة في جولات الحوار في القاهرة، فإن الجلسات تناقش تعجيل التوافق على مشروع الدستور المجمد منذ الإعلان عن الانتهاء من مسودته عام 2017 لتهيئة قواعده ولسرعة إجراء الانتخابات العامة بعد التوافق عليه وطرحه للاستفتاء. ورجح مراقبون إرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات بسبب ضيق الوقت، كما أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة تعهدا في إقرارات كتابية بالالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات العامة وتسليم السلطة وفق التوقيتات الموضوعة. يأتي ذلك فيما جددت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمسار الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند باستئناف المحادثات العسكرية 5+5، فهل سيرى الليبيون دستورهم بعد عقود من الانتظار؟ مرحبا بكم من جديد. معي في هذه الليلة عبر الهاتف الدكتور اعتماد المسلاتي، عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، وعبر سكايب الأستاذ مهدي كشمور المحامي والناشط الحقوقي، وأيضا عبر الهاتف الأستاذ نادي عبران عضو هيئة صياغة مشروع الدستور. رحبوا بكم ضيوفي الأكارم، وأبدأ معك أستاذ أو دكتور اعتماد.
يعني هل أنا سأسأل السؤال الذي انتهى به التقرير، هل سيرى الليبيون دستورا بعد هذه العقود؟ من الانتظار هذا السؤال ربما هو يفترض أن يكون الخاتمة، لكن دعني أبدأ بهذا السؤال. طبعا مرحبا بكم وبقناتكم الموقرة وبضيوفك الكرام. بإذن الله سيرى الليبيون الدستور ونهاية، وهذه الثورة بدأت لاستحقاق حق ولإقامة عدل ولانتزاع حق، ولم يكون الانتزاع حق إلا عبر مواد دستورية تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الليبيون سأموا من المرحلة الانتقالية، سأموا من حقل التجارب الذي وضع عليه، سأموا من الحكومات المتعاقبة التي لم تزدهم إلا 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 حروبا وتشتت وسوء معيشة للمواطن الليبي. فالليبيون لن يخرجوا الانتخابات بدون قاعدة دستورية صحيحة أثبتوا عليها وأقروهم كقوانين، حتى يعلمون من سيأتي إليهم وما هي المواد التي تنظم كيف يحكمهم الحاكم، وتحت مدن زمنية محددة، وتنظم حقوقهم ثابتة في دستور هم ارتضوهم لنفسهم. الليبيون لن يجازفوا في مرحلة انتقالية أخرى، ولن يرضوا بغير قانون واضح، ولن يجازفوا ويخرجوا من مجهول إلى مجهول. نعم أستاذ المهدي، يعني هذه النظرة التفاؤلية من دكتور اعتماد، يعني وهذه التأكيد على وعي الشعب بأنه لن يدخل انتخابات بدون قاعدة دستورية، كيف تراها في ظل هذه التدخلات الدولية في الشؤون السياسية الداخلية في ليبيا؟ يعني هل يمكن الحديث عن حل قريب لمشكلة الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وسهلا بك سيد فوزي وبضيوفك الكرام وسادة المشاهدين. الحقيقة أنا أحسد الأستاذ اعتماد على تفاؤلها وعلى مراهنتها على الشعب الليبي، بحيث أنه سيرفض الشعب الليبي أي انتخابات بدون قاعدة دستورية. للأسف الشعب الليبي أوصل إلى مرحلة أن يقبل بأي حل من أي جهة يأتي، يعني ونحن اليوم يعني كيف خرجنا من الحوار 75 والذي أتى لنا بسلطة، وال 75 عينتها البعثة، وللأسف الجميع راضي، ويعني وكأن الأمر لا يعنيهم. الحقيقة يعني هذا يعتمد على مدى الوعي، ويعتمد على دور النخب في رفع مستوى الوعي. الكثير للأسف ممن يوصفوا بالنخب اليوم يحاولوا أن يسيروا خلف البعثة وخلف المجتمع الدولي، ولا يلقوا بال للشعب الليبي ولا لتطلعات الشعب الليبي ولا لأماله، وبالتالي لا يسعوا إلى رفع من وعيه ومستوى إدراكه وفهمه لخطورة المرحلة. اليوم نتحدث عن قاعدة دستورية تنظم عملية انتخابية، نحن محتاجين إلى قاعدة دستورية أصلاً تنظم الأجسام القائمة اليوم، المجلس الرئاسي الجديد الذي تشكل والحكومة المنبثقة عنه لا تجد لها أساس دستوري تنطلق منه. كنا يعلم أن اتفاق الصخيرات تم إقحاماً في الإعلان الدستوري، ورغم ذلك لم يحترم اتفاق الصخيرات، وهو يعتبر الوثيقة الدستورية الثانية، ينص على أن مجلس رئاسي مكون من 9 أعضاء وهو من يرأس الحكومة. اليوم تشكيل المجلس الرئاسي الجديد يتحدث عن رئيس ونائبين ورئيس حكومة من خارج المجلس الرئاسي، وبالتالي لا يجد هذا الجسم الجديد أصلا إطار دستوري لكي يعتمد عملية دستورية فيما بعد. احنا اليوم محتاجين إلى إعادة هيكلة العملية الدستورية بالكامل التي يعني ضربت في مقتل منذ اتفاق الصخيرات، وإقحام أجسام غير دستورية وإقحام نصوص غير دستورية وتجميد الدائرة الدستورية. اليوم حتى مجرد يعني ممارسة الحق في رقابة التشريعات من قبل المجتمع عبر الدائرة الدستورية تم الحيلولة بينه وبين المجتمع بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء والذي جمد عمل الدائرة الدستورية،
وبالتالي الحديث وكأن يعني نتحدث عن أحلام تتعلق بالمسار الدستوري والعملية الدستورية. فمن لا يملك الشيء يريد أن يعطينا هذا الشيء وهو لا يملك. يعني الأجسام القائمة اليوم هي تفتقر إلى المشروعية الدستورية، وبالتالي لا يمكن لها أن تعمل في ظل إطار دستوري يمنح الشعب الليبي هذه الحقوق. على الهيئة التأسيسية وهي أكثر جسم يعني نستطيع وصفه بالمشروع والشرعي أن تقاتل وأن يعني تصارع لأجل إجراء عملية الاستفتاء على الدستور، وهو قانون صحيح وليس القانون الذي أصدره مجلس النواب قانون باطل وغير دستوري. نعم سيد مهدي. نعم سأعود إليك أستاذة نادية، أرحب بك مرة أخرى. يعني نحن كلنا ندرك بأن المسار الدستوري جامد الآن، يعني هل تعتقدين بأنه سيلحق بالمسار السياسي والعسكري أم سيظل على جموده؟ السلام عليكم وحييكم أستاذة نادية. نعم طبعا حضرتك تدرك أن المسار التأسيسي تتم عرقلته منذ سنوات، بالأحرى منذ تولي السيد غسان سلامة رئاسة بعثة الأمم المتحدة. نعم. وبعاونة أيضا أطراف محلية كانت هناك محاولات حثيثة لعرقلة المشروع، وكانوا يشكون أيضا من الأساس في إمكانية ظهور مشروع للدستور. لكن عندما ظهر مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 نفاجأ بأن الطغونات والحقيقة ومعطلة الدستور في إصدار قانون الاستفتاء وغيره. الآن حاولوا أنهم يدخلوا في موضوع الحوارات، وفتحت البحث عدة مسارات من ضمنها المسار التأسيسي. للأسف بداية البعثة تجاهلت كل مخاطبات الهيئة التأسيسية ومناشداتها للاشتراك في الحوار السياسي فيما يتعلق بالمسار الدستوري. البعثة حاولت أن تلجأ إلى أساليب أخرى لإمكانية فتح مشروع الدستور أو تعديله أو إيجاد قاعدة بديلة مختلفة، لكن في كل مرة رغم تشكيلها للجنة القانونية اللي شكلت بعناية لكي تتجاهل مشروع الدستور، وبرغم إصرارها على أن مشروع الدستور يتم حلحلتها أو القاعدة الدستورية تتم حلحلتها في لقاء بين مجلس النواب ومجلس الدولة متجاهلين الهيئة، لكن دأبت هذه اللجان كلها على أن تصطدم بالواقع وهي صعوبة إيجاد قاعدة دستورية غير مشروع الدستور. ولذلك البحثة في الاجتماع ما قبل الأخير فوجئت بالتوافق الذي حدث بين مجلس النواب ومجلس الدولة اللي هي اللجنة الدستورية، وبتوافقهم على ضرورة المضي في طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، لأن هذا الاتفاق خلص إلى عدة نتائج. منها أولا ضرورة طرح مشروع الدستور على الاستفتاء، الطرح يكون على الدوائر التاريخية أو الدوائر الثلاث أو الأقاليم التاريخية الثلاث، المرور المشروع يكون بنسبة 50% زائد واحد، وإلغاء نسبة الثلثين، وأيضا تم التوافق على تحصين بعض المواضيع من الطعون القضائية. نعم. وتم التوافق الاتفاق أخيرا على ضرورة أن يتم هناك اجتماع أخير للجنة الدستورية في القاهرة بحضور مفوضي العليا للانتخابات لتحديد المدن. وسبق أن صرح العديد من أعضاء اللجنة الدستورية بأن السيد عماد السيح أخبرهم بأن عملية الاستفتاء لا تحتاج إلى سوى إلى 3 أشهر. يعني لو بدأت العملية الاستفتاء في 23/21 كان من المفروض أن تنتهي في يونيو 2021. نعم. يبدو أن هناك ضغوطات قد حصلت أو تعرض لها السيد عماد السيح، فغير حديثه وقال أن عملية الاستفتاء تحتاج إلى 7 أشهر. طيب أتوجه بسؤالي إلى دكتور اعتماد. دكتور اعتماد، في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها سيدة نادية عمران، يعني من عذرا ما حجة من يعرقل ويجمد الاستفتاء على مشروع الدستور؟ دكتور اعتماد معك سيد فاضل. نعم تسمعني؟ نعم لا أدري سمعت السؤال أم لا. أنا ذكرت لك في ظل هذه المعطيات التي ذكرتها السيدة نادية قبل قليل، السؤال ربما يطرح نفسه الآن، ما هي الحجج التي يبديها من يعرقل ويجمد الاستفتاء على الدستور؟
أنا صراحة مستغربة لماذا يخافون من مشروع الدستور، لماذا يخافون من إرساء القانون، لماذا يخافون من أن يعطوا للشعب حقه في الاستفتاء على دستوره. هناك شيء في الخفاء، ما هو السبب في مخيفتهم من هذا الدستور؟ هل هو الاستمرار في الفساد؟ هل هو استمرار في نهب المال العام؟ هل هو استمرار في حالة الفوضى التي تعيش فيها ليبيا؟ هل هو هناك أجندة خارجية لا نعلمها تمنحهم ذلك لتستمر ليبيا في ذلك؟ هل هو لإسقاط الربيع العربي للربيع العربي ولتكون دولة ليبيا، دولة ليبيا دولة فاشلة؟ لا نعرف لماذا هم يخافون من هذا الدستور. السيد عماد السايح يقول بالحرف الواحد الاستفتاء على الدستور يحتاج إلى 7 أشهر، بينما الانتخاب يحتاج إلى 3 أشهر. الاستفتاء على الدستور أسهل من الانتخاب، من الانتخابات على الدوائر، وعليهم أن يقدموا الأسماء المنتخبة وعليهم فرز هذه الأسماء، يعني يحتاج إلى وقت أطول من الاستفتاء على الدستور. هل لأغراض شخصية؟ السيد عماد السايح لا يملك إلا صوته، إن كان هو يرفض الدستور عليه أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ويضع به كلمة. طيب طيب سيد دكتور اعتماد، لنتجاوز عماد السايح الآن. عماد السايح ربما هو كما ذكرت السيدة نادية ربما تمارس عليه ضغوطات، أنا أتحدث عن الذي يمارس هذه الضغوطات، يعني ما حجته في لتجميد الدستور وعرقلته؟ ما هي الحجج؟ نريد شيء يعني واضح. الحجة واضحة. ما انقطع التواصل مع الدكتور اعتماد، أنقل هذا السؤال للأستاذ مهدي كشمور، برأيك يعني ما هي الحجج التي يتمسك بها من يعرقل أو يحاول أن يعرقل أو يجمد الدستور؟ سيدي الكريم، هناك حجج معلنة وهي أن العملية معقدة وربما في الوقت الحالي غير متاحة، وهناك رفض كبير من الجمهور من الشارع الليبي لهذه المسودة، لا أدري كيف قاسوا ذلك، وهناك مكونات لم تتمثل في هذه يعني الهيئة بسبب مقاطعة وما إلى ذلك. ولكن حقيقة الأمر ما يرفض هو بعض النصوص الجوهرية في الدستور، وهي على رأسها يعني أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، وأيضا هناك بعض البنود التي تطمح البعثة وهي تمارس دور الوصاية اليوم إقحامها في الدستور، مثل حقوق الجندرية المرأة والمساواة المطلقة وإلغاء مسألة يعني التفاوت في الميراث حسب النصوص الشرعية وما إلى ذلك. وبالتالي هناك أجندة دولية لم تعد خافية على أحد، تم التصريح بها ليس صراحة ولكن ضمنا من خلال العديد من المسؤولين الدوليين، لأن الدستور يحتاج إلى مراجعة بعض نصوصه، وأن الدستور ربما يمهد إلى قيام دولة إسلامية وما إلى ذلك، وهذه الترهات يعني. وبالتالي تتعمد البعثة إفشال المسار الدستوري. هناك أطراف تحتج على بعض البنود، مثلا هناك بعض مكونات الأمازيغية التي تتحدث عن ترسيم اللغة الأمازيغية في مسودة الدستور، ولكن يعني لم نسمع صوت عالي لدرجة أنه يعرقل مسألة الاستفتاء. كل هذه حجج تقودها البعثة ومن يطوف في فلكها لإفشال مسألة الدستور، و يعني استمرار العبث البحثة في المسار الليبي. كلما أرادت أن تغير حكومة أو تضع حكومة يعني تدعو 75 شخص وتهيئ لهم الإقامة في أحد الهوتيلات وتلقي لهم مشروع جاهز ليتم التصويت عليه وإحضار الحكومة التي ترغبها البعثة. يعني كل هذه العبث التي تقوم به البعثة لاستمرار هيمنتها على القرار الليبي وتدخلها في القرار الليبي. نعم الدستور لا يعني لا يصلح من حال البلاد، ولكنه خارطة الطريق التي نبدأ منها بناء البلاد وإعادة إصلاح المنظومة التشريعية التي أفسدتها البعثة والمنظومة الدستورية فيها. نعم. طيب أستاذة نادية، يعني على الرغم من أن البعثة كما ذكر قبل قليل السيد المهدي يعني تتدخل وبصورة فاضحة في الشأن الليبي، لكن أيضا لا ننسى أن البعض
يقول بأن الدستور لا يلاقي توافقا داخل أطياف واسعة من الشعب الليبي، هل هذا واقعي وصحيح؟ التوافق طبعا الضخ الإعلامي الممنهج اللي تمارسه بعض القنوات في طبعا في تأثير لي، لكن لكي نعرف إذا كان هذا المشروع الدستور هذا توافقي أو لا، لكي نعرف أن الليبيين موافقين على هذا المشروع أو لا، لابد أن يطرح هذا الموضوع على الاستفتاء، هذا الفيصل، هذا الفيصل الديمقراطي اللي احنا نتحدث عنه، لكي نعرف إذا كان هذا المشروع يلاقي قبول أو لا، لابد من طرحه على الاستفتاء. لكن للأسف الرافضين وبعض والبعثة ومن وراءها يدركون أن هذا المشروع رغم كل هذا الضخ الإعلامي لو تم عرضه على الاستفتاء سيمر، ولذلك هم يسعون لقطع الطريق على موضوع الاستفتاء، لأن أن يكون ليبيا دستور دائم هو لا يصب في مصلحة العديد من الدول، الكثير من الدول الإقليمية والدولية لا تسعى لاستقرار ليبيا ولا تسعى لوجود دستور دائم ولا تسعى لأن تبنى ليبيا دولة المؤسسات والقانون، تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية أخرى، وهذه المرحلة ستمر بنفس الفوضى السابقة بنفس النهج الممنهج للمال العام وغيره، إضافة لأن هناك بعض الأطراف تسعى لفرض أطراف أو شخصيات بعينها داخل ليبيا، وهناك بعض الأطراف المحلية ترفض هذا المشروع لمصالح ضيقة كموضوع الجنسية أو موضوع المال العام أو مواضيع أخرى، لا يمكن أن بسبب رفض هذه المواضيع أن نتجاهل المسار الدستوري أو نقوم بضرب المسار الدستوري، لكن للأسف الدول هذا ما تسعى إليه والبعثة من وراءها تسعى لهذا الموضوع. حتى في الاتفاق الأخير اللي حدث في الغردقة تم النص على كان هناك رسالة قوي حول إذا كان لم يمر مشروع الدستور على أن يتم إلغاء الهيئة وتشكيل لجنة جديدة، وهم يدركون أن تشكيل لجنة جديدة يعني 3 أو 4 سنوات من النقاش ومن الفوضى ومن المراحل الانتقالية. ما نعيبه عليه نعيبه عن سياستنا، كيف أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة يجتمعون لمناقشة حوار دستوري خاص بدستور ليبيا في لقاء يفتتحه رئيس المخابرات المصري؟ كيف يسمحون بأن يناقش مسار تأسيسي ويدير هذه الجلسات أو يتحكم في هذه الجلسات؟ تابعين للبعثة. هذه الإشكالية هذه اللي عندنا، الإشكالية في النخب اللي موجودة عندنا في ليبيا. نعم، طيب أشكرك سيدة نادية عمران عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، أشكرك على هذه المشاركة، وأنتقل لسيد المهدي كشفور. سيد مهدي، يعني أيضا مما يحذر به بعض الخبراء أن اعتماد دستور جديد للبلاد في خضم الصراعات التي تشهدها ليبيا يعني ربما يؤدي إلى إخلالات جسيمة، وقد يؤدي أيضا إلى إقصاءات لبعض مكونات المجتمع الليبي، يعني ما تعليقك على هذا الأمر؟ نعم سيدي الكريم، أولا إن كان هناك إقصاء أو كان هناك أي إشكاليات في هذا الدستور فالشعب الليبي هو صاحب الحق في الإقرار أو الرفض. كنا يعلم أن هذه المسودة وضعت من قبل هيئة تأسيسية منتخبة من قبل الشعب الليبي، الشعب الليبي انتخب هذه الهيئة لتضع له مسودة، ولم ينتخب 75 عضو ولا 15 عضو ولا 5+5 ولا غيرها، هو انتخب هذه الهيئة وهو الجسم الوحيد اللي اليوم موجود على الساحة ومنتخب. المجلس أعلى الدولة لم ينتخب، أعضاء انتخبوا للمؤتمر الوطني ثم ذهبوا لممارسة وظيفة أخرى اسموها مجلس الدولة، وبالتالي هم غير منتخبين في هذا المجلس. مجلس النواب انتخاباته ابطلت بموجب حكم المحكمة وتم إرجاعهم بموجب اتفاق الصغيرات، إذن شرعيته مستندة لاتفاق الصغيرات. الجسم الوحيد الذي منتخب ويستمد شرعيته من قاعدته الانتخابية هو الهيئة التأسيسية، وهذه الهيئة وضعت مسودة للدستور، واليوم هي أصبحت ملك للشعب الليبي، حتى الهيئة التأسيسية لا يحق لها المساس فيها أو معاودة تعديلها إلا بعد طرحها على الشعب الليبي، فإن صوت عليها بلا تعود من جديد للهيئة التأسيسية لتعديل المواد محل الجدل. غير ذلك لا يمكن لأحد أن يرجم أو يقر أو حتى يعتقد بأن هناك إجماع أو أن هناك غير إجماع في هذه المسألة. هذا أمر يحسمه الليبيين من خلال التصويت، إذا الليبيين ما يبوش هذه المسودة فليصوتوا بلا. إذا يعني مسألة أن هذه المسودة
والله تمس ببعض مراكز الليبيين. أنا واحد من الناس تمس بمركزي القانوني وتمنعني من الترشح بكوني مزدوج الجنسية وتحول بيني وبين يعني ممارسة حقي في المواطنة، ولكن رغم ذلك سأصوت بنعم لأجل نعم. أن تمضي هذه المركب و يعني وتسير في مسارها نعم ونبدأ سيدنا. بناء الدولة على أسس سليمة نعم. ولكن طيب. يعني أن نقول على هذه المسودة يعني التي وضعت من قبل جسم غير منتخب هي غير توافقية وتشكل البعثة فريق أو يشكل مجالس غير منتخبة فريق لإدارة حوار دستوري ونتوقع نعم. منها أن تخرج اتفاق متفق عليه يعني أو في يوجد نعم. عليه توافق، هذا هو الغير منطقي، هذا نعم. طيب. صادر لحق الشعب الليبي في اختيار الأساس الدستوري الذي يبني عليه دولة. نعم سيد مهدي، أستأذنك أستأذن بقية الضيوف، أستأذنكم أيها الأفاضل في الخروج إلى فاصل ومن بعده نواصل إن شاء الله. وهذه المشاركة في غاية الأهمية، لأن الناس إذا اختاروا وشاركوا ويعني انتخبوا من يرونه الأصلح فإنهم سيجدون ذلك ويخفف عنهم من معاناتهم ومن أزماتهم الكثيرة ابتداء من الغدران الآن في الطريق يعانوا منها، لكن للأسف نجد الإقبال ضعيف جدا في المراكز الانتخابية والناس يعني يبقون في بيوتهم ولا يتحملون المسؤولية، ثم بعد ذلك يعني يشكون من نقص الخدمات ومن الناس الذين يتولون عليهم لا يعتنون بأمرهم، وهم السبب الذي لا يشارك هو السبب هو الذي جنى على نفسه. فإذا أنت تهاونت ويوم الانتخابات لم تذهب وترشح الشخص اللي تنتخب الشخص اللي هو مؤهل واللي هو صاحب دين وصاحب أمانة وجلست في بيتك ومارست السلبية، فغيرك من الظالمين ومن المفسدين مش حيبقى في بيته، يذهب ويختار لك الأسوأ. بعد ذلك لا تلومن إلى نفسك لما تحرم من الدواء في مستشفى الأورام، ولا تحرم يعني من تصاب بالغلاء، ولا الخبز ما عادش تجد الخبز، ولا ما عادش تجد الدواء، لا تلومن إلى نفسك لأنك أنت فرطت. كان معك فرصة أن تختار الشخص اللي يخفف عنك ويعينك في أمور دنياك وكذا، تركت باختيارك وتركت الفرصة لغيرك. مرحبا بكم أيها الأفاضل مرة أخرى. انضم إلي الآن عبر الهاتف دكتور محمد الصاري، عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، كما عادت التواصل معنا الدكتور اعتماد البسلتي. أبدأ معك دكتور محمد بعد الترحيب بك، يعني الهيئة التأسيس صياغة مشروع الدستور ومنهم أنتم الحاضرون معي الآن، تقول بأن البعثة الأممية يعني للدعم مصر على تجاهل التواصل معكم وعدم التعاون ما تعليقك يعني أولا أنت هل تؤكد هذا الأمر، ثم ما تعليقك على امتناع الهيئة امتناع البعثة للتواصل معكم أو امتناعها عن التواصل معكم؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم السادة المشاهدين والمشاهدات والضيوف الكرام. مرحبا بك. هو نعم، هو الحقيقة يعني البعثة الأممية من البداية يعني وضعت حتى لجنة هذه. ألو نعم نعم دكتور محمد تفضل. المشكلة شكلها نعم ربما في مشكلة في الصوت، نعم تفضل. ألو نعم دكتور محمد تفضل. تفضل دكتور نعم. محمد البعثة الأممية من البداية يعني لما حدث هذا الحوار دكتور محمد
في مشكلة في الصوت. سأعود إليك دكتور محمد وأنقل وأعود للدكتورة اعتماد، يعني انقطع التواصل معك وكنت سألتك عن حجج من يرفض مسودة الدستور ويحاول عرقلتها وتجميدها، يعني بداية ما هي الحجج لهؤلاء؟ نعم طيب انقطع التواصل أيضا مع الدكتور اعتماد. هل الدكتور محمد موجود؟ طيب دكتور أستاذ المهدي، يبدو أنك الضيف الوحيد الآن معنا حتى يتم التواصل مع الضيفين الآخرين. دكتور سيد مهدي، يعني البعض أيضا يقول بأن يعني الاستفتاء على الدستور يعني يتطلب الكثير من الوقت والتحضيرات اللوجستية والفنية، مما قد يعني يدفع ذلك إلى إرجاء الانتخابات، وهو أيضا ما يؤدي إلى طول الفترة الانتقالية الجديدة بعد اختيارها من قبل البعثة الأموية في حوارات جنيف. يعني هل تعتقد بأن هذا السلوك متعمد من البعثة الأمية لتأخير لتعطيل الانتخابات وربما حتى إلغاء الانتخابات؟ سيدي الكريم، أولا سواء الاستفتاء أو الانتخابات تحتاج إلى قاعدة تشريعية، قانون للاستفتاء أو قانون للانتخاب. وبالتالي ما يعرقل الاستفتاء هو ذات العلة التي تعرقل الانتخاب، فكيف تقول البعثة أن هناك إمكانية لإدارة انتخابات ولا توجد إمكانية لإدارة استفتاء، رغم أن الأدوات في العملية الاستفتاء على مستوى الدستور هي أسهل، لا يوجد هناك سباق انتخابي ولا مرشحين ولا أحزاب ولا صراع، ولا هي مسودة موجودة تعرض الاستفتاء عليها بنعم أو لا. فقط بكل بساطة لا توجد فترة صمت انتخابي ولا دعايات انتخابية ولا برامج انتخابية ولا كل من هذه الأمور، نحتاج فقط إلى قانون الاستفتاء على الدستور. هناك قانون معيب أصدره مجلس النواب، هذا القانون باطل لأنه صدر أولا الإعلان الدستوري ينص صراحة على أن ليبيا دائرة واحدة في العملية الانتخابية، في حين أن هذا القانون عندما أقر تم إقراره على أساس أن ليبيا ثلاث دوائر، وهذا مخالف للإعلان الدستوري. نعم طيب أستاذ مهدي سأعود إليك، يعني عاد إلينا الدكتور محمد الصاري. دكتور محمد، يعني سألتك يعني عن أنكم تقولوا بأن البعثة الأممية يعني ترفض أو على الأقل مصر على تجاهل التواصل معكم. السؤال هو لماذا هذا التجاهل؟ ثم يعني ما الذي تريده البعثة؟ والله هذا حقيقة، هو أنا معلش يعني هذا السؤال هو مفروض يوجه لأي واحد من البعثة، يعني لأن نحن لا 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 ندري يعني سبب، ولكن من ينظر إلى الواقع وما حدث في اجتماع الغردقة 2 يرى أن موضوع أن يكون لليبيا دستور أصلا يبدو أن غير مرغوب فيه دوليا ومن البعثة التي حقيقة هي تدير حوار بين أطراف الصراع، سواء كانت الدول المتصارعة على ليبيا أو الناس الذين يمثلونها داخل ليبيا، هذه التيارات التي ربما بعضها لها علاقة ببعض الدول. نعم. المشكلة حقيقة لو سمحت يعني في دقيقتين بنقول فضل. نعم. مهم جدا في هذا الموضوع. يعني الآن احنا طلعنا من اللي هي العرقلة التي كانت في البرلمان بطبرق، ووضعونا الآن فخ أمامنا أو مطب كبير جدا اسمه المفوضية. يعني السيد عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات لما جلس مع مجلس الدولة قبل حتى اجتماع الغردقة قالوا له كم تحتاج للاستفتاء على مشروع الدستور؟ قال نبي 3 شهور بس. الآن في اجتماع الغردقة لما عدى غالي قالوا له كم تحتاج؟ قال نبي 7 شهور. قالوا له مش قلت تبي 3 شهور انت بس ولا؟ قال والله ما نسيت، مش عارف أوراق بطاقات انتخابية. يعني رئيس مفوضية عليا هي مش هي المفوضية ما تشتغل بالأمطار الموسمية،
هذه جهة إدارية فنية تقنية وكانت مشكورة في الماضي حقيقة على أنها أجرت انتخابات. لا والغريب جدا يعني تمت انتخابات في بلدية في مدينة نصرات وزليطة وتاجورة وسوق وطرابلس ومش عارف يعني بسلاسة ما فيهاش مشكلة. الآن موضوع الاستفتاء على مشروع الدستور لا يحتاج أوراق ناخبين ولا مرشحين ولا صمت انتخابي ولا تزكيات ولا انظر ويعني ما فيش يقول نعم يا لا وعندك انت يعني تعديلات بسيطة وفتح ومنظومة تشتغل وبرقم وطني يعني قرم يعني بسبع شهور يعني هذا وفي المسودة هذه اللي دارها واللي وضعتها الغردقة 2 تقول إذا كان تعذر المفوضية يعني تقول لنا إذا كان تعذر الاستفتاء على مشروع الدستور وبعدين يأتي مجلس الدولة والبرلمان ويصدروا بهذا يعني صادقوا عليه الكلام هذاي وبعدين احنا على هذا الأساس نمشي نعدوا نديروا انتخابات على قاعدة دستورية. يعني بالله أيهما أسهل الاستفتاء على مشروع الدستور أو انتخابات وأيهما أنفع وأجدى لليبيا اللي احنا يعني داخلين في العشر سنوات الآن وخاشين بخشته في السنة الجديدة والدولة والبلاد تدخل في مراحل انتقالية بعد مراحل انتقالية. المشكلة أن احنا يعني حتى المفوضية بدخلها وكأن أنا حقيقة أصبح لدي شعور أن المفوضية تتماهى مع بعض الأجسام هذه اللي في الحوار أو يعني دخلت في اللعبة السياسية من أجل تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور. هذا لا بد يوصلهم ولا بد يوصل للشعب الليبي. إذا كان ما يقدرش يدير دوانات اللي كان السيد عماد السايح لوانين موافق في مكانة ماسك مفوضية كانت تشتغل وفيها ناس كثاء ومعروفة وشهد لها في الماضي يقول نحتاج سبع قال نبي ثلاثة شهور وبعدين قال نبي سبع شهور توا باش يمشي باش يقفز على الاستفتاء وبيمشي لانتخابات يعني مسهل الاستفتاء على الانتخابات. هذا يعني لو في مكانة يخطوا مستقيل يقولوا اني ما يقدرهاش. نعم طيب طيب يعني نقصد أنا حقيقة يعني حقيقة يعني الموضوع الآن يبدو أنه في يد ما أو أياد ما وخاصة إذا كان طلع يعني حولوا له قاعدة دستورية يعني طبعا حيمشي لجنة 75 وإحنا نعرفها لجنة 75 واضحة فيها ناس دار معهم حتى حواراته في قنوات ما قراش حتى مشروع الدستور ورافضة صاير طيب. عقيدة راكبة في عقيدة قبل لا يعلم حتى شن صاير بكل هو طيب دكتور محمد دكتور اعتماد يعني الآن يعني ما الذي ستستفيده المفوضية العليا للانتخابات من تعطيل الدستور؟ يعني لماذا يصر أو يناقض نفسه السيد السايح؟ في البداية قلتم بأنه طلب فقط ثلاثة أشهر ثم هو الآن أمام اللجنة في الغردقة يقول بأنه يحتاج إلى سبعة أشهر. يعني ما الذي سيستفيده المفوضية في تعطيل مشروع الدستور؟ قبل أن أتكلم ما الذي سيستفيده أتكلم بأن المفوضية العليا جهة تنفيذية وليس جهة تشريعية ولا تقول لا للجهة التشريعية فإن كانت لا تستطيع فهي بذلك تعتبر مؤسسة فاشلة لإرساء أكبر استحقاق وطني لليبيا ولخروج ليبيا من الخندق الذي لم نخرج إليه طيلة عشر سنوات من مرحلة انتقالية إلى أخرى. إذا كان السيد عماد السايح لا يستطيع فعليه أن يخرج لليبيين ويقول لهم لقد أتأسف ولا أستطيع. أما كونه ما الذي يرمى به المفوضية العليا على عرقلة مشروع الدستور، نحن دائما في ليبيا لدينا الآن من 2017 بعد انتهاء الهيئة التأسيسية من مشروع الدستور كل يوم يخرج علينا أناسا يتشدقون ويتكلمون بحب ليبيا ولكن لا يريدون ليبيا أن تقوم لها قائمة. أنا لا أتهم أشخاصا ولكن أتهم أفعال، الأفعال تدل أنهم لا يريدون لليبيا قائمة. لا أدري ما هي، هل هي حكومة الغرب فينا، هل هو المجتمع الدولي، هل هي الأمم المتحدة التي تعتبر أسفرت في في في
في مهنتها داخل ليبيا، وهي عبارة عن إرسال استقرار لليبيا، إلا أن دخلتنا في من 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 مأزق إلى آخر، ومأزق ما زاد المواطن إلا هما وزاده نقص في المعيشة، وزاده حتى إنه كره إن البقاء في ليبيا. شباب يذهبون إلى الخارج يعيشون للخارج، لم يجدوا لهم لقمة عيش. طيب دكتور اعتماد، أنا سأنتقل مرة أخرى للدكتور محمد صار، يعذرني أستاذ مهدي، أريد أن أتيح الفرصة أيضا للأستاذ محمد صاري. أستاذ محمد، الدكتور محمد، يعني الآن اللجنة أو الأعضاء المشاركون في اجتماعات الغردقة، يعني ما هي المعايير التي اختيروا على إثرها؟ وهل فيهم من أعضاء اللجنة هيئة صياغة مشروع الدستور؟ لا، هو طبعا لا يوجد أحد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في اللجنة اللي اختاروها هذه في الغردقة. والحقيقة لا أعرف المعايير، يعني إذا أردنا أن نعرف المعايير التي اختاروا بها اللجنة هذه، لابد أن نعرف المعايير التي اختاروا بها حتى جماعة 75. لكن إذا أصبح من الماضي، نحن الآن نناقش استحقاق دستوري يؤسس لمرحلة دائمة ومستقرة وحرق جميع وإنهاء جميع المراحل الانتقالية. يعني الآن إذا كان أصبح الآن، أنا اللي بنقوله، أصبح مستقبل الحياة الدستورية والاستقرار الدستوري وإنهاء المراحل الانتقالية بيد المفوضية. يعني لو المفوضية حسب كلام جماعة اللجنة الدستورية اللي في الغردقة، لو المفوضية قالت أنا ما نقدرش ندير استفتاء، معنا ما يصيرش. لا، وبعدين حتى في يوم 24 ديسمبر، اختيار يوم 24 ديسمبر هو يوم رمزي، يعني حتى لو تأخر شهر ولا اثنين، أي أفضل أن تأخر شهر ولا اثنين، ولا نديروا انتخابات على أساس قاعدة دستورية جديدة ونقعدوا 4 سنوات ونخشوا في 15 سنة بعدين في 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 بلاد فوضى. هي البلاد تتآكل الآن، الهوية الليبية ضاعت، البلاد على وقت التقسيم، ونظني واتية هم نظني طيبوا فيها على أن تصبح جاهزة للتقسيم. لأن وكل مرة يعني فيها يعني طبخة جديدة وفي تحريكة جديدة وكذا. فحتى المفوضية الآن بدل ما تكون أنا تغضب ونقول وده، لو أنا في المفوضية عطونا أسبوع بس، اسبوع التقنيه الحديثه ما عادش فيه القصه هذه. انت ما تكتب في الورق، انت عندك منظومات وعندك بتكسب بالرسائل النصيه والواحد تسجيل وكذا. شنو القصه الجديده اللي طلعت لنا هذه يا جماعه؟ مش عارف انا منين هذه. والشعب، المشكله ان الشعب الليبي مش شاعر بان المعاناه اللي يعاني فيها، وهالمقابر الجماعيه وهالغلو الحياه هذه والامن وعدم الاستقرار، هذا سبب كل. احنا ما عندناش دستور، ما عندناش حكومه موحده، ما عندناش انتخابات تشريعيه ولا انتخابات، يعني هذا كله لابد يتحرك الشعب ويخرج. وين اني مستغرب، خير الشعب مات، الشعب الليبي خير مات، ليش ما يطلعوش في جميع المدن الليبيه يقولوا نبوا احنا استفتاء مشروع الدستور، ولا عاد نبوا انتخابات واحد سوى مشروع الدستور؟ الشعب أرهق سيد دكتور محمد بالأزمات المتتالية، من بنزين إلى سيولة إلى غاز، والآن سيرضى بكل أحد أو بأي أحد. أختم معك دكتور أستاذ المهدي كشبور بهذا السؤال، يعني عندما تعقد المشاورات في الغردقة المصرية، يعني هل يعني ذلك بأن مصر ستسهم فعلا في حلحلة مشكلة الدستور وتكون حلقة الوصل بين الشرق والغرب، أم إنها ستضع العراقيل باعتبارها يعني من البلدان المساهمة فعلا في تردي الأوضاع في ليبيا؟ في دقيقتين. نعم. يعني أولا مصر نحن لا نطالبها بأن تساعدنا لا في الدستور ولا في غيرها. يعني مصر هي في حاجة إلى مساعدة في مسارها الدستوري هي ذاتها يعني. وبالتالي يعني لا نتوقع أن مصر ستسهم في حلحلة هذه الأزمة أو مساعدة، ربما ستساعد في تعقيدها أكثر مما هي متعقدة. وبالتالي لا نتوقع منها أن تنجز شيء أو أن تعين على المضي في شيء. وحتى هذه المخرجات هي بحد ذاتها، حتى لو خرجت هذه المخرجات إلى النور، إذا ما حدث سوف تصطدم بحاجز مجلسي النواب طبرق وطرابلس
ومجلس الدولة حتى المصادقة عليها، وبالتالي سنعود إلى نقطة البداية ونقطة صفر، وهي المشكلة بعدم التوافق بين مجلسي النواب ومجلس الدولة، وإلا لم احتجنا لكل هذه المراحل، وإلا لأصدروا قانون الاستفتاء وذهبنا إلى عملية استفتاء مباشر دون حاجة إلى أي لجان فرعية ولا غردقة ولا جنيف ولا تونس ولا المغرب ولا غيرها. نعم. طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهدي كشبور، كنت معي ضيفا عبر سكايب من إسطنبول، وأنت أو الأستاذ مهدي هو محام وناشط حقوقي. الشكر كذلك لمن كان معي من أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور، الدكتورة اعتماد المسلاتي والدكتور محمد الصاري والأستاذة نادية عمران. أشكركم جميعا على هذه المشاركة، وشكر لكم موصول أيها الأفاضل على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.